بسم الله. الآن أنا متواجد معكم من قرب مسجد ابن تيمية، مسجد ابن تيمية طريق العونية إقامة التزاغين. هذا الباب الرئيسي اللي يدخل المسجد. إحنا دخلنا له جبس من خوش، جبس من خوش. الحمد لله، الأمور تسير من الأحسن إلى الأحسن. هذا المسجد، هذا الباب تاع الدخول كما وعدناكم. الآن درنا السلجت بالديك، المدخل الرئيسي من هذا السلجت بالديك كامل قمنا به. تقريب الأشغال ما تنتهي بفضل جهود الجمعية والمحسنين، جزاهم الله كل خير. الصناع ديالنا هما من أهل فاس الذين أعزهم وأحترمهم كثيرا. أنا سيدي إخوان ديالنا هما اللي قاموا بتركيب الزلاج البلدي المسجد بن تيمية طريق العونية. في ليا درناهم مخالفين على الجدران. المسجد كامل هذو الفيليا تكملناهم. الزلاج هو، السلام عليكم. الزلاج هو كامل، قبة هي كاملة، قبايا كاملة. الصنع حاوم، الصنع ديالنا مسجد كامل. الصومعة ها هي قبة، القبة هذيك منقوشة. العمال هما الصنع تاع الجبس، صنع البيليات. هات هادي غدا غادي نركبها ان شاء الله. الأمور مليحة. العمال هما مازال مشتغلين تاع الجبس، الجبس البلدي. جزاهم الله كل خير. الباب الرئيسي درنا له هذاك الجيبس، هما اللي كيوضحوا لكم كثيرا. هذه المدخل تاع الباب درنا له هذا. بعض المرافق، الان غادي نتوجهوا للمرافق نتاع المسجد ابن تيمية. هادو اماكن تاع الوضوء، مرافق الوضوء للرجال، هما كاملين الحمد لله. مساحة المسجد 1200 متر مربع، له أربع وجهات. الآن غادي نصعد للمكان المخصص لواحد لاكاف، غادي نخصوه شي حرفة، حرفة تقليدية للنساء، لأن ما عندي مكان آخر مخصص لحفظ القرآن. هذا مكان قم، مساحته أزيد من 300 متر، أزيد من 300 متر كامل الحمد لله. غادي نديروا واحد الحرفه للنساء، اللواتي جالسن يجلسن في منازلهن ياتون لاخذ واحد الصنعه ولا حرفه ان شاء الله بحول الله. الامور كامله مزلجه، مزلج مزيان. درنا الموزايك الارض، الارضيه درنا لها الموزايك، الحيطان، الجدران، فايونس من نوع جديد. الآن راني صاعد باش نوريكم المكان المخصص لي، المكان المخصص للصلاة للنساء. هادو الدرج، هاد جوج تاع المرافق، فيه جوج تاع المراحيض للنساء،
وضوء، هذا مكان مخصص للنساء، الصلاة. مكان مخصص للصلاة تاع النساء. غادي نديرو لها الكرابيستا، كبار ربما غادي تبان لنا. الحمد لله، الأمور المكان المخصص تاع النساء راه كامل، لهذا قلت لكم بأن القبو يعني لاكاف غادي نخصصوه لواحد الحرفة، يعني صنعة للنساء، ربما الخياطة ولا الطرز ولا شيء يتعلمونه أحسن من الجلوس في المنازل. هذاك الزليج البلدي من نوع الرافعي، هذوك اللي راهم يخدمو لنا ليه الصناع، هذيك تاع المحراب من نوع الجيد، التكلفة ديالو يعني هذا نتاع الجدران 90 فرنك للمتر، نتاع البيليات الزليج 120 فرنك للمتر، نتاع المحراب 180 فرنك للمتر. الأمور جيدة، الزيت كامل. دابا سوف أتجه بكم إلى المنزلين المخصصين لكل من الإمام والمأموم، نطلب من الله أن يتقبل من الجميع وأن يحفظنا وأن يشفينا ويرحم موتانا. أنا كندعي معكم هنا من المسجد، قال لي دا شي عمل تاع الخير، الله يجعل ربي يجازيه. نحن دائما واثقون وقادمون وعازمون على إتمام بيت الله، هذا بفضل جهود الجمعية والجهود تاع الناس اللي وقفوا معنا، جزاهم الله كل الخير. الآن هذا دائما هذا هو القبو، يعني لقاب الذي قلت بأنه سوف أخصصه لحرفة النساء، هذه هي أمنياتي. يعني شي ماشينة تاع الخياطة ويجيو هنا يخدمو، نجيبو لهم شي أستاذة في تعليم الخياطة ولا الطرز ولا الحلويات ولا المهم شيء يفيد. الآن سوف أتصعد إلى البيتين المخصصين لكل من الإمام المأموم. هذا الدرج دائما مكسبين، هنا خصنا شوية نتاع النطواياج. بنتورا الصباغة الحمد لله الصبن الصبايغية عندنا، دوك راك شوية كليراج ناقص عشان يطلع شوية في الدرج. الآن إنني وصلت إلى المنزل المخصص لكل من الإمام المأموم. هذا منزل، هذا منزل، هذا منزل، الله يتقبل. هذا منزل الإمام، وهناك منزل المأموم. الحمد لله، هذا منزل المأموم. أمور الحمد لله تسير بالجيد بالجيد. الحمد لله درنا الكوزينة، السلام عليكم. كوزينة، هذه بيت، هذا دوش، الأمور تسير من الجيد إلى الجيد الحمد لله. بقية الصباغة وتكريم النوافذ، الأمور كلها عندنا متوفرة. لا عون ولا. سوف أنزل مرة أخرى من داخل المسجد لكي أريكم مرة أخرى الزليج البلدي وزخرفة المسجد. الحمد لله كانت جيدة من طرف صناع جيدين. مرة أخرى المدخل الرئيسي، هذا المدخل الرئيسي للمسجد، المدخل الرئيسي للمسجد. نطلبوا من الله العلي القدير أن يرحم الحاج الدوش الحسين الذي وهبنا هذه القطعة الأرضية، اللهم أرحمه يا ربي، أرحم الحاج الدوش الحسين يا ربي أرحمه.
ونتمنى الاولاد ديالو التوفيق في مسيرتهم العمليه. كما اشكر السيد الناس اللي راهم واقفين عاود كاين معنا، الناس اللي زادوا ووقفوا معنا في هذا لا فينيسيون، ناس بعيدين كل بعد عن بعيدين كل بعد جاوا دخلوا. هناك من قام بالجيبس وهناك من قام بالزلج البلدي، الحمد لله اكتمل المسجد. رغم ان بعض الناس كانوا يقولون بان المسجد لم يكتمل، وانا كنت اقول دائما اقول بان المسجد لم ولن اتوقف عن البناء حتى انتهائه. الحمد لله ربي استجب لنا بفضل الدعوات ورضاة الوالدين ديالنا والدعوة تاع اصدقاء. وما نكروش الزوجه ديالي عاود كنوقفت معايا دائما تقول لا سير الى المسجد، تفقد الاشغال حتى هي عندها واحد الطرف يعني كبير معاونه ديالي هنا في المسجد. وبعض الاصدقاء اللي صراحه كانوا يتصلوا بيا دائما كانوا يقولوا لي بلنا باخر قدرت واحد البصمه في المسجد، والحمد لله انا البصمه درتها الحمد لله، ربي وفقنا ونجحنا. الباب تاع المسجد متوفره كاينه عندنا، التسقيفات الحمد لله قمنا بهم، هذا الجانب تاع برا تاع المسجد. الحمد لله الامور تقريبا المسجد مكتمل. هذه الطفلة ديالو، ونشكروا جميع الإخوة اللي راهم مساهمين معنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نحمده كثيرا ونشكره كثيرا على هذه النعمة وعلى هاد الناس اللي راهم وقفوا معنا، لأنما الله هو اللي وصلنا لهاد الناس بفضل طاقتنا وجهدنا. ربي الحمد لله ما خيبناش وأرسلنا ناس اللي يكملوا معنا المسجد. هذه تاع المسجد نحمده كثيرا ونشكره كثيرا على هذه النعمه وعلى هذا المكان المخصص لذكر الله. الحمد لله توصلنا بفضل رجال وقفوا معنا وفضل رجل واحد، نشكرهم ونتمنى لهم التوفيق ونطلب من الله لا يقدر ان يحفظ ابنائهم وان يشفيني، لانني انا مريض، نطلب الشفاء للوالده ديالي وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واشف مرضانا يا ربي، حق لكل انسان مبتغاه، يا ربي حق لكل انسان مبتغاه. انني اطلب هذا الدعاء من بابك ومن بيتك يا الله يا كريم يا غفار يا رحيم. والسلام عليكم ورحمه الله. مره اخرى سانقل عليكم كل جديد فيما يخص هذا المسجد، يا ربي تقبله منا واعنا على اتمامه. شكرا للاخوه المواقفين معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.